اللهم إنا نسألك يا ربي يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام أن ترزقنا ليلة العتق من النار. اللهم إنا نسألك يا ربي أن تعتق رقابنا الليلة من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات، فأنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا شرفها يا رب، اللهم لا تحرمنا شرفها ولا تحرمنا أجرها، فأنت حسبنا ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. ثم الصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الأكارم، من الأمور التي يمتن الله تبارك وتعالى بها على من يحب من خلقه أن يبلغه مواسم الطاعات ومواسم الخيرات ومواسم القرب. قال الله لموسى عليه السلام: وذكرهم بأيام الله. صليتم على رسول الله، مع أن جميع الأيام لله، صح ولا غلط؟ السبت زي الأحد زي الاثنين زي الجمعة، كلها أيام من؟ أيام الله. ولكن الله يفضل ما يشاء على ما يشاء. فضل الله تبارك وتعالى أحباب إخوان في الله بعض الناس على الناس، ففضل الرسل على سائر الإيه؟ على سائر البشر. وفضل من الرسل الأربعة، صليتم على رسول الله، أو الخمسة أولي العزم يا أحباب إخوان في الله، ألا وهم يا أحباب إخوان في الله نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفضل من الخمسة واحد إمام الدنيا والآخرة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: أنا سيد ولد آدم، على الله ولا فخر. صليتم على سيدنا رسول الله. فضل الله تبارك وتعالى بعض الأماكن على بعض. فضل الله تبارك وتعالى المساجد وهي أفضل أماكن الدنيا، صليتم على رسول الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل بقاع الأرض المساجد. وفضل من المساجد ثلاثة: المسجد الحرام، المسجد الأقصى، مسجد الحبيب المصطفى. وأسأل الله أن يكتب لنا صلاة في الثلاث مساجد، صليتم على رسول الله. وفضل من الثلاثة المسجد الحرام، صليتم على رسول الله. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وأفضل الشهور رمضان، صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. طيب، وأفضل الليالي ليلة القدر، وأفضل يوم في الأسبوع الجمعة، وفي مدار السنة يوم عرفات. اللهم لا تحرمنا من الوقوف على عرفات يا رب، وهيئ لنا الأسباب، فأنت حسبنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد أن الله تبارك وتعالى بلغنا أفضل وأعظم المواسم شهر رمضان، وأطال في الأعمار، وصلنا للعشر الأوائل الله أكبر، ثم العشر الأواسط فاللهم لك الحمد، ثم في تلك الليلة الفارقة، الليلة المقبلة دي ليلة فارقة يا جماعة، ليلة تحتاج إلى جهد وجد وإلى تشمير وإلى أحباب إخوان في الله إلى عمل زيادة. عدى العشرين مش مشكلة، المهم اللي جاي يا جماعة. ليس هذا من كلام وحي ولا من تفكيري، بل أمي عائشة تقول: صلى بنا على رسول الله، كان رسول الله صلى على سيدنا رسول يجتهد في رمضان ما لم يجتهد في غير رمضان، كان يجتهد في رمضان ما لم يجتهد في غير رمضان. طب هو في غير رمضان يا عم الشيخ كان بيعمل ايه النبي؟ سأل أمي عائشة ماذا كان يفعل النبي؟ كان يقوم يا شباب من الليل حتى تتورم قدماه. دي مش صيغة مبالغة، يعني مش أقول لك يمكن كانت تتورم أو كأنها تورمت، لا 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 لا، بل فعل كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم. شفت الانتفاخ بتاع الأقدام ده؟ فقالت له أمي عائشة رضي الله عنها وأرضاه: يا رسول الله، لما كل ذاك والله قد غفر لك ما تقدم وما تأخر. يا جماعة دي كخاصية من خصائص سيدنا النبي، إحباب الإنسان الفريد الوحيد الذي غفر له وهو حي. إحباب إخوان في الله، السابق واللاحق هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، صليتم على رسول الله. فقالت: يا رسول الله، غفر الله لك، السابق واللاحق. فقال النبي محمد: أفلا أكون عبدا؟
شكورة ده في غير رمضان هو تتورم قدمه. طب وفي رمضان يا أم المؤمنين؟ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لم يجتهد في غيره. طب الحمد لله. ثم اسمع كلامها: وكان يجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهد في غيرها. يعني إذا دخل العشر الأواخر حال تاني لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون حالك؟ طب ولماذا النبي يجتهد؟ عدنا نمشي بالراحة في العشر الأواخر، ركز بعد الصلاة على رسول الله. قال أهل العلم: بعد الصلاة على حبيبك اوعى تمل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما تملش من الصلاة على سيدنا النبي. اسمع، قالت لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر من الاجتهاد في العشر الأواخر، عارف ليه؟ لأن حبيبك قال إنما الأعمال بالخواتيم، فرطت شوية في العشر الأوائل، أهملت، قصرت، رحت وجيت وعملت، لكيت، عجنت، عملت شوية حاجة نقص كده زي ما بيقولوا، يلا العشر الأواخر وصلت، صليت مع رسول الله، وقعت منك سقطة، وقعت منك غيبة، لكيت، عجنت، جبت سيرة الناس، يا معلم لسه الحمد لله في عشرة مقبلة، اللي حتفوته واللي حيهمل فيهم هذا أخسر إنسان على وجه الأرض، أخسر إنسان على وجه الأرض من مرت عليه العشر الأواخر أحبابي إخواني في الله ولم يجتهد ولم يزداد طاعة. طب والله العظيم ده ما كلامي، إنما هو كلام النبي محمد. في الخصلة الثانية احنا قلنا أول حاجة إنما العبرة بالإيه؟ إنما الأعمال بالإيه؟ بالخواتيم. يعني الأعمال الخواتيم يعني آخر حاجة هنحاسبك عليها. واحد كان مذنب، واحد كان ليه في اللف والدوران مقطع السمكة وديلها، أكل السمكة مش قطع السمكة، وتاب إلى الله، انحسبوه على التوبة ولا نعملوه أنه هو تائب؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا فأولئك يبدل الله، آخر حاجة إيه؟ يبدل الله سيئاتهم كرم، المفروض يغفر لك بس عشان هو كريم. كريم هو يا جماعة، الله كريم وبيقول أنا كريم، ولكرمه تتحول سيئاتك إلى حسنات. يا نهار أبيض، يعني حتى العمر اللي أنت كنت مضيعه في المعصية عشان أحسن الخاتمة حولنا هذا العمر الرخيص التافه إلى حسنات. عارف تكلم ربي قبل الآية دي عن أكبر أربع جرائم يفعلها أي إنسان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أول جريمة، ولا يقتلون النفس، قتل نفس بعد الإشراك بالله، هذه الجريمة الثانية. الجريمة الثالثة: ولا يزنون. طب واللي هيعمل كده ويموت على كده وما يتوبش؟ قال ربي تبارك وتعالى: أحبابي إخواني في الله، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب. مش هنعذبوه عذاب عادي، والله ما هنعذبوه عذاب عادي. ودي على ما أعتقد أني ما قرأته في القرآن، ممكن يكون خطأ 99 أنا كلامي غلط، ممكن يعني، بس ممكن يكون واحد صح، إن ما وجدت المضاعفة في العذاب إلا في هذه الآية ومع نساء النبي محمد. يا نساء النبي صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها إيه؟ مرتين. صليتم على رسول الله، اعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. أن الله تبارك وتعالى تكلم على أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تحاسب محاسبة غير كده، غير محاسبة زي أي امرأة، لأنها زوجة من؟ إمام الدنيا والآخرة.
كما أن العذاب يضاعف كذلك الإيه؟ الأجر. زوجة النبي تبعث بأجرين، صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن لما تكلم عن أربع جرائم من الجرائم الكبرى، ثلاث جرائم: الشرك، قتل النفس بغير الحق، الزنا، قال ومن يفعل ولا يزنون، صليتم نعم لا لا هم في على قصدي على الآية دي، بس الآية دي ذكر ثلاث جرائم، أكبر ثلاث جرائم هو إيه هما؟ بص، الإشراك بالله، قتل النفس، والزنا. واللي حيموت على تلك الطريقة وما يتوبش فأولئك يضاعف، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة. بس لا لا مالي الموضوع، ويخلد فيه، فيه مش فيهم، بصيغة المفرد، يعني في زنازن في جهنم انفرادية والعياذ بالله، يخلد فيه. طب في جهنم تكفي؟ لا، مهان وحهينه، عارف ما فيش حد يعرف يهينك ولا حد يكرمك إلا واحد بس، هو الله. تخافش الإهانة الصحيح والإهانة على حقيقتها لا تكون إلا من جبار السماوات والأرض، يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحة. هنعمل إيه؟ نغفر له؟ لا، فأولئك، لأنه كريم، كما أخافنا من تضعيف العذاب وخوفنا من جبروته وخوفنا من عقابه، حيفتحن أبواب السماوات وأبواب الرحمات ملاش حل. فأولئك يبدل، حيبدل الزنا الحسنات، يا نهار أبيض، قتل النفس حتبدل لحسنات، أيوة، الشرك حيبدل لحسنات، هو اللي قال أدم ما هو قال، خلص الكلام. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. بس ما أنت ممكن ترجع تاني، بس حيذكرك لو رجعت، مش حيذكرك بالعذاب، حيذكرك وكان الله غفورا رحيما. يبقى النبي محمد كان يجتهد، لأن يا أحباب في العشرة واخر إنما الأعمال بالإيه؟ الخواتيم. اثنين يا عم الشيخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن في ليلة في العشر الأواخر في ليلة اسمها ليلة الإيه؟ القادر. الله يستر عليك، انتبه، قد تكون الليلة المقبلة كل بيركز وبينشن على 27، ما تنشنش لثلاث أسباب. السبب الأول، قد لا تكون هي ليلة القدر، لأن يا باشا ليلة القدر ليلة متنقلة، متنقلة في 21، 23، في 25، 26، 27، 29، يبقى نشرت غلط. اثنين، صليتم على رسول الله، قد تأتي 27 بس انت ممكن تكون مت، تكون مت، يبقى مش هتلحقها، صح ولا غلط؟ التالتة، قد تأتي وتمر على الخلائق وتأتي عليك وأنت عاصي لله، فمالكش أجر فيها برضك. يا جماعة هم 10 أيام، 10 أيام كتير إنك تظبط الزوايا بتاع جوارحك، كتير إن تظبط الدماغ، ده مش تظبطه في حاجة تانية، صليتم على رسول الله، تظبط دماغك، تظبط قلبك، اعطي المعلم اللي قاعد جوه البوابه ده، المجرم اللي جوه ده، مجرم ده، مجرم ده يا جماعه، ده امسكه النبي مره كده، النبي مسكه كده في مره صلى الله عليه وسلم، ده مجرم، انك تديله اجازه اقعد اسكت خلاص. قالوا يا رسول الله او مؤاخذون بما نقول؟ قال النبي محمد، قال المعاذ ثكلتك امك، وهل يكب الناس على مناخرهم، وفي رواية على وجوههم، إلا حصائد ألسنتهم؟ صليتم على سيدنا رسول الله. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين فكي الفكين دول، هم دول
من يضمن لي ما إيه؟ ما بين فكيه وبين فخذيه أضمن له الجنة. تشك في كلام النبي؟ اضمن لي دولة بس. يبقى أحبابي إخواني في الله، لما؟ لأن ليلة اسمها ليلة القدر، تعال نعيش فيها خطوة بخطوة عشان نمشي بإذن النهاردة إن شاء الله. ما معنى كلمة ليلة قدر؟ إيه كلمة القدر دي؟ اختلف فيها سادتنا العلماء، فقالوا القدر بمعنى الشرف والسؤدد والعظمة قل ما قلت من من ألفاظ التوقير والتبجيل. سميت قدر مقدرة مشرفة معظمة لها مكانة عند الله. صليتم على رسول الله. ومنهم من قال لا، بل إن الآجال والأعمار والأرزاق وكل ما هو مقبل للعام المقبل يقدر في تلك الليلة. إزاي يا عم الشيخ؟ أيوة، استشهدوا بإيه الجماعة دولة؟ بقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق، إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ده مين اللي بيتكلم؟ ملك الملوك. صليت على رسول الله، يبقى سميت بذلك. يعني العمل اللي جاي إن شاء الله، والموضوع اللي جاي، والسنة اللي جاية، قالوا أنها تقدر إن شاء الله. طيب صلي بنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضلها لو قعدنا لغاية بكرة إن شاء الله مش هننتهي منها، لكثرت كلام ربي تبارك وتعالى وكلام النبي. شرف تلك الليلة، ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر، دي أول طلعة هي، غفر له ما تقدم من ذنبه. عمرك كم؟ 50 70 12 ساعة تمحو الموضوع ده كله من المغرب للفجر. 70 سنة 100 سنة عمرك عمر نوح، ب 12 ساعة أو أقل أو أكثر تمحى تلك السنين والشهور بكل البلاوي الموجودة فيها، بكل المعاصي الموجودة فيها، إلا حقوق الناس لازم ترجع، لأنه ليس لحقوق الناس كفارة إلا ردها أو استسماحها ولو كانت كلمة. روح قول لهم أنا حقك عليا عشان قلت في حقك كذا. طب لو قلت له عم الشيخ هتحصل مشاكل، أكثر من الدعاء والاستغفار له، اقسم من الدعاء أدبا ليك إنك تشتغل دعاء للراجل ده اللي أنت أسأت لي. النبي علمنا كده. صليتم على سيدنا رسول الله. طيب ب 12 ساعة ينادي منادي: قد غفرنا لك ما تقدم من ذنبك. دي واحد. رقم 2، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حضركم رمضان. حضركم إيه؟ رمضان. ركز ركز في الرواية دي، والله العظيم تخلع القلب. خوفا على أن تضيع منا تلك الليلة أو نفرط في تلك الليلة، والله يرعب الحديث ده اللي ما ياخدش باله من الموضوع ده. قال النبي: حضركم رمضان. صليتم على رسول الله. فيه تفتح أبواب الجنة وفيه تغلق أبواب النار. ماشي، سمعناها يا عم الشيخ، اسمع اللي جاية دي: وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر. ركز ركز. من حرم الخير فقد حرم الخير كله. اللي هيتحرم من الليلة دي بقى اتحرم من ايه؟ مش من الليلة. فقد حرم الخير كله، ولا يحرم من خيرها إلا محروم. ده كلام النبي. يبقى دي تستاهل ان احنا نستعد كده وخلاص، من لسه ما دخلش الحمد لله وانت صايم اهو، تظبط الحال قبل ما يغرب تغرب الليلة دي، وربما تكون هي الليلة المقبلة. طيب ماذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أمي صلوات الله عليه عن تلك الليلة؟ قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد اجتهد فيها، يروى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب الخيمة، الخيمة بتاعته في المسجد النبوي، ثم بعد 10 أيام أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن خلاص يفك الخيمة مرة تانية، فنزل عليه جبريل قال: إنما تريد أمامك، اللي بتدور عليه لسه قدامك. فضرب النبي الخيمة مرة ثانية
فمر النبي كم 20 يوم، يعني اعتكف في 10 الأواصر. صلينا على رسول الله، فنزل عليه جبريل بعد 10 قال إنما تطلب أمامك. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بقية الشهر. طب إحنا نعمل الموضوع ده؟ صليتم على رسول الله وناخدوا الليل كله اعتكاف وكذا؟ النبي رحمة بتلك الأمة قال صلى الله عليه وسلم التمسوا، وفي رواية قل تحروا ليلة القدر. يا جماعة تحروا ليلة القدر في 10 الأواخر، 20 اللي عدت اجتهدوا فيهم، ولكن ازدادوا أهمية وجد وتشمير وشغل مع الله في 10 الأواخر. تحروا ليلة القدر في 10 الأواخر في الوتر. في الايه؟ في الوتر. صليتم على رسول الله. وفي رواية صلى الله عليه وسلم ذكرها أحاديث متفرقة في 21 وفي 23 وفي 25 ذكر الايه؟ الليالي الفردية نصا. صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فضلها؟ اسمع إلى الآية القرآنية التي نقرأها ليلة نهار، سورة كاملة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فين الفضائل يا عم الشيخ؟ قالوا أول فضل، صلى على سيدنا رسول الله، أن الله لشرفها أنزل فيها أشرف كتاب اللي هو الإيه؟ القرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. إيه هو اللي احنا نزلناه؟ القرآن الكريم. اخترنا تلك الليلة لتتشرف بنزول القرآن فيها، ده رقم 1. 2، وما أدراك ما ليلة القدر، ده رقم 2 في الفضل. يعني ده الاستفهام هنا أحبابي استفهام تعظيم وتفخيم، وما أدراك ما تلك الليلة، يبقى رقم 2 لفضلها. 3، تنزل الملائكة خير من 1000 شهر. 3، الليلة دي يا أخويا الله يرضى عنك تعدل غلط، تساوي غلط. تسمع بعض الناس يقول لك إيه كده، تلك الليلة تساوي حركة 83 شهر. لا والله غلط. صليتم على رسول الله. الله يقول يا عم الشيخ هي خير مش تعادل، صح ولا غلط؟ صح. قال ربي تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير أفضل من إيه؟ من 1000 شهر، مش تساوي 1000 شهر. يعني كام يا عم الشيخ؟ يعني ضربوها الشباب والرجالة والناس، يعني تتجاوز 83 سنة وكسور، 4 شهور 3 شهور. ليلة واحدة ب12 ساعة يكتب في ميزان حسناتك. يا جماعة ما فيش واحد حيعبد الله 83 سنة، خاصة من أمة النبي، قليل جدا. عارف ليه؟ عارف معنى كلمة خير من 1000 شهر؟ يعني 83، يعني 83 سنة في كل سنة فيها 12 شهر، والشهر فيه 30 يوم، واليوم فيه 24 ساعة، يعني ليل نهار أنت طائع. ما بيحصلش ده، مش بننام. تخيل ان واحد عاش 100 سنة، عاش 83 سنة، دي مش بينام؟ تطلع كم سنة نوم؟ صليت على رسول الله. يعني ممكن لو عاش 80 سنة تطلع له 15 سنة نوم. اي مش بتنام حركة 6 ساعات ولا 7 ساعات ولا 8 ساعات في اليوم. صليتم على رسول الله. طلع منهم حمام وأكل وشرب، كم سنة في 83 سنة؟ صليتم على رسول الله. جميل أحبابنا أخواننا في الله. وعد بقى كم مرة وانت ناسك، كم مرة وانت بتتكلم في غير رضا الله. المهم مش هتحصل، لكن ب 12 ساعة يكتب لك 83 سنة، اللي هي 1000 شهر، عبادة، صايم، نايم، قائم، كلها عبادة بتلك الليلة. صليتم على رسول الله خير من 1000 شهر. رقم 4 ولا 5؟
يقول ربي تبارك وتعالى تنزل الملائكة. عارف الليلة دي الملائكة في الأرض، أخبر النبي محمد أكثر من حصى الأرض. شفت الرمال الموجودة في الأرض والتراب وكل ما هو حصى، كل ما هو ممكن يعد. صليت على رسول الله، الملائكة خلاص مسحت الكرة الأرضية. جميل يا أحبابنا أخواننا في الله. طيب الخصلة التي بعدها، هناك ملك ما كان ينزل إلا مع الأنبياء، وآخر من كان معه هو النبي محمد. فبعد موت النبي خلاص، لأنه هو موكل بالوحي ينزل الرسالة، ألا وهو سيدنا إيه؟ جبريل ينزل في الليلة دي. تنزل الملائكة وليه؟ تخيل جبريل عليه السلام ينزل في تلك الليلة تقديرا وتشريفا لهذه الليلة. عارف جبريل يا أخوي قد إيه؟ هو أعظم الملائكة على الإطلاق، له 600 جناح، أخبر النبي محمد في الحديث الصحيح. إذا به يبسط واحد، يفرد واحد فيسد به الأفق، يعني يجعل الكرة الأرضية دي عاملة زي البيضة في يده، في جناحه. فكيف لو رقم 2 و3 و4 فرد الجناح 20 و30 و40؟ عايز له إيه ده بقى؟ هذا خلق الله ويخلق ما لا تعلمون وما يعلم جنود ربك إلا هو. جبريل في تلك الليلة ينزل. صليتم على رسول الله. إيه كمان يا عم الشيخ؟ قال ربنا تبارك وتعالى أحبابي لتقديرا لها وتشريفا لها إنه سمى صورة إلى يوم القيامة نقرأها، تسمى بصورة الإيه؟ القدر، على ليلة الإيه؟ القدر يا أحبابي إخواني في الله. تلك الليلة ما المطلوب منا؟ إيه نعمل يا عم الشيخ؟ بسيطة جدا وسهلة جدا، ألا يراك الله إلا على طاعة بس. وأنا قلت الله مش الخلق، لأن الله قال عن نفسه وهو معكم أينما كنتم، في أي مكان كنت فيه أن يراك على طاعة. هل شرط يا عم الشيخ أنني أقيم تلك الليلة إلى الفجر؟ لا طبعا، إنما حبيبي أكثر من القيام وافعل كل الطاعات. يعني احنا لسه قدامنا كام ساعة؟ الساعة كام دلوقتي؟ 4:15، يعني قدام ساعتين على الايه؟ على الفطار ان شاء الله، صح؟ صليتم على رسولنا؟ يعني ممكن تبدأ ختمة جديدة في العشرة دي. ختمة؟ يا عم لسه ما ختمتش انا من 20 يوم. طب بالله عليك ده شغل ناس عايزة ليلة القدر دي؟ ممكن تجعل ختمة لتلك الليلة، فلو صادفت وسوف تصادف، لأن الليلة دي مش هتطلع من 10، مش هتطلع كده ومش هتطلع، هتصدف إن شاء الله. فيكتب ليك إن شاء الله في تلك الليلة 83 سنة كمان قرآن، 3 أجزاء. صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلة رحم، ذكر، صلاة على سيدنا رسول الله، استغفار. المهم ما تبطلش، لو استطعت ألا يخرج النفس إلا في مرضات الله فافعل، فهذا هو الثمن. ثمن أنك أنت تصل لتلك الليلة دي أن تجتهد. ليه؟ لأن حبيبك فعل ذلك. قالت أمنا عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر أول حاجة أحيا الليل، أحيا الليل مش أقام الليل، أحيا الليل يعني قام وصلى واستغفر وقرأ وفعل كل ما فيه طاعة، أحيا الليل. رقم 2 صلى الله عليه وسلم أيقظ أهله، تروح في البيت تقول لهم فلان احنا النهارده ليله وترين ان شاء الله، عايزين نظبط نفسينا ان شاء الله بأمر الله تبارك وتعالى، انا هرجع من صلاه الترويح على الساعه 12 كده، نصلي مع بعض صلاه التهجد كده باذن الله تبارك وتعالى. صليتم على رسول الله واستغفار ودعاء وما تبطلش انت ومراتك وعيالك ان شاء الله رب العالمين. أيقظ أهله. طيب 3 شد المئزر، والمئزر يعني كناية عن عدم النوم، ينام شوية. طب أنا عندي شغل بكرة عم الشيخ. يا أخي صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تفهم أنك أنت خلاص يا إما تروح الشغل يا إما يا إما بتقيمش. صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نام وقم، نام وقم، وكمان صلي الفجر في جماعة. صليتم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عشان تقيم الليلة دي
ممكن أدي لك مكافأة، بس تصلي على سيدنا رسول الله وتحسب لك إن شاء الله أن تصلي طبعا صلاة العشاء وصلاة القيام مع الشيخ علاء هنا بإذن الله. صليتم على رسول الله، بعمل دعاية لأخويا هو، صليتم على سيدنا رسول الله، صلي. جميل أحباب إخواني، لأن حبيبه قال من صلى العشاء في فكأنما أقام نصف الليل. خذ اللي بعديها، واوعى تمشي زي الأخ اللي بيحس إنه هو ملتزم، يعني يقول لك أنا هكمل في البيت، بس ده مش التزام، ده جهل بسنة النبي. يعمل إيه بعد الثمان ركعات؟ تجد بعض الناس يعملوا إيه، يعمل إيه؟ طب ممكن تقول لي تمشي ليه؟ هو بيمشي ليه؟ في حد بيمشي هنا قاعد؟ لا الحمد لله، حتى لو كان بيمشي مش عيولا صليتم على رسول الله. ليه بيمشي؟ عشان يكمل في البيت. طب ليه ما تكملش هنا؟ طب ليه ما تسألش؟ طب أنا سمعت غلط. ما تسمعش، اسأل حتى عشان أقول لك أنت سألت مين، تقول سألت فلان، لأنك ممكن يكون سمعت وأنت ما خدتش بالك الشيخ بيتكلم في إيه. طب ما أنا عايز أصلي تاني وإحنا بيصلي بينا الشيخ علاء الوتر. طب ما تصلي وما توترش، بسيطة حلوها الصعيد أهو، ما توترش مرة تانية وصلي حتى الفجر، لا وتراني في ليلة، ده كلام النبي، لكن صلي زي ما أنت عايز. طب وليه؟ طب أنا عايز أخر الوتر عم الشيخ، ما هتحرم من حاجة تانية. إيه هي؟ سيدنا النبي قال من قام مع إمامه، صليت معاه من أول العشاء، من قام مع إمامه حتى ينصرف، اللي هو مين؟ الإمام، كتب له أجر ليلة. ها؟ أيوة، أجر مش الوتر، أجر ليلة. يبقى أنت صليت العشاء في جماعة نصف الليل، صليت الوتر مع الإمام، أجر ليلة. خذ اللي بعديها، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما أقام الليل كله. يبقى تحافظ على دول إن شاء الله يا أخويا. الليلة دي تحت يعني تستاهل اللي أنا بقوله ده وأكثر، حياتك كلها هتتغير كلها. وسيبك من رمضانات اللي عدت خالص، تعلق برمضان هذا، وسيبك من اللي عدى في رمضان ده كمان، تعلق بالعشر الأواخر، أن تحسن النية لله رب العالمين. صليتم على سيدنا رسول الله. طب يا عم الشيخ، تبقت لنا بعض المسائل، منها ماذا أقول في تلك الليلة؟ تقولوا إيه؟ نقول يا أحباب جميل، بس أنا عايزك تقول كل حاجة، تقول كل حاجة، ادعي زي ما أنت عايز، ولكن أكثر من دعاء النبي، لأن خير الهدي هدي مين؟ بيجيب لك الخلاصة سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. قالت أمي عائشة وأمنا عائشة يا رسول الله أرأيت، بتكلم سيدنا النبي، إن علمت أي ليلة من ليلة القدر أعمل إيه؟ بما أدعو؟ قال لها الحبيب صلى الله عليه وسلم قولي يا أم المؤمنين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا الله يا الله، لو استطعمت الدعاء ده، عايزك وانت بتقرأ أو بتدعو تستطعم، اللهم إنك عفو، والله ما في حد هيعفو غيرك أنت، والله ما في حد هيعفو عنك إلا أنت. اسمع، وانت بتحب العفو أساسا، انت بتحب العفو لأنك أخبرت عن نبيك، قلت وفي قرآنك عن نبي، قلت ورحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت غضبي، وفي قرآنك قلت ورحمتي وسعت كل شيء، وأنا شيء، أنا شيء من الأشياء. كان ابن عمر زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت، إذا تناول الطعام وهو بيرفع الطعام كان يقول
اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. صليتم على رسول الله؟ طيب، ادعوا بهذا الدعاء، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو. مش يقولها كلمتين ولا تستنى الشيخ علاء يقولها في الدعاء. لا يا أخي، ده دي برنامج خلاص على طول، ما تطلع ما يطلعش. لا يا أخي، أنت ماشي مش محتاجة وضوء ولا محتاجة. ده أنت لو كنت جنب ولو كانت أختي حائض تدعو دعاء، مش محتاج حاجة منك غير أنك تدعو وانت ماشي وانت كاز. اللهم انك عفو كريم تحب العفو عفو عنا، اللهم انك عفو تحب العفو عفو عنا، اللهم انك عفو تحب العفو عفو عنا. والعفو يا احبابي كما قال السادة العلماء، قالوا العفو معناه عفو في الابدان وعفو في الدين وعفو من العفو. أما عفو الأبدان فهو الشفاء من كل داء. بتقول لي يا رب إنك عفو في بدني اشفني شفاء لا يغادر سقما، أدي معنى كلمة العفو الأبدان. طب والعفو في الدين؟ أن توفق لكل خير ويقربك من كل طاعة. طب والعفو منه؟ أن يصفح عنك يتجاوز عنك وانت عارف عملت ايه. ايوه عارف، ايوه. صليتم على رسول الله؟ يقول لك انا عفوت عنك. كان زنون المصري زنون العابد يقول احلى ما في الدنيا ايه؟ احلى ما في الدنيا طبعا اللحمه عم الشيخ. صليتم على رسول الله؟ صليتم على الحبيب؟ ايه احلى ما في الدنيا؟ المال، الزوجه، عربية بتاعت السنة دي، كلها حاجة جميلة كده وربنا وعدنا بها إن شاء الله. صليتم على رسول الله؟ بس مش أحلى ما في الدنيا ده. زنون المصري يقول أحلى ما في الدنيا ذكر الله، ذكر الله. وأحلى ما في الآخرة عفو الله، لأنك أنت يوم القيامة رايح له بالجرائم بتاعتك فتسمع كلمة عفوت عنك. زي القاتل اللي قتله هو بريء وهو مسكين بريء، بس جاي في القفص كده خلاص القلب حيوقف لأن القاضي حيتكلم بكلمات. حكمت المحكمة حضوريا ها ببراءة فلان، ببراءة فلان. البراءة دي تأخذها من هناك انت من المحكمة العليا. هنا ربما يكون شد محامي خبيث، محامي لف اللف والدوران، رشوة تحت رشوة فوق رشوة في النص، زي اي حاجة يلا يا معلم عدوها والمصالح تتصالح وبراءة. صليتم على رسول الله؟ اما هناك فين المصالح؟ فين الرشوة؟ فين وفين؟ ولقد جئتمونا ايه فرادة كما خلقناكم أول مرة. تخيل بقى والعصرات وفر الولد من أبوه والابن من ابنه، يا ابن أنا كنت طفح الدرد عشانك، ما عرفكش يا أبا. هنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد بدور على حاله. صليت على رسول الله. في الحالة دي اللي فر منك فر، تأتي الإجابة من عند ملك الملوك، عبدي عفوت عنك. صليتم على رسول الله؟ طيب، يبقى أحلى ما في الدنيا ذكر الله، أحلى ما في الآخرة عفو الله، أحلى ما في الجنة رؤية الله. تنظر إلى ملك الملوك يا حبيب. صليتم على رسول الله؟ يبقى العشرة أيام دول أحبابي حبيبك كان يوقظ أهله صلى الله عليه وسلم ويحيي أهله ويحيي ليلة ويشد المئزر. وأفضل ما يستعد لتلك الليلة، أي والله الليلة دي، وحول السلام عليكم بعدين. إن القلب النهاردة الساعتين الجايين دولة تعملوا صنفرة، سنفروا يعني إيه؟
يعني شوف كل الحاجات اللي ملكعة فيه، شيل البؤر مش السرطانية، البؤر بؤر الحقد والغل والنميمة والبغضاء، امسحها كده. لأن أحباب إخواني في الله المتشاحن لا نصيب له في رحمة ربي في ليلة النصف من شعبان وفي يوم الاثنين والخميس، في حديثين في الحديث، في ليلة النصف من شعبان أن الله يطلع على خلقه فيغفر جميع خلقه. يلا براءة 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 براءة، مغفرة مغفرة، إلا الاثنين، اثنين بس، يعني صنفين من الناس، من هما المشرك والمشاحن. مشاحن يعني بينه وبين واحد تاني مشاحنة وبغضاء وكلام زي كده. اثنين، تفتح أبواب الجنة في يومين اثنين والخميس، لذلك كان النبي يصوم، فيغفر الله لجميع خلقه، برضك نفس النظام، إلا لمشرك ومشاحن. يقول الله انظر هذين حتى إيه يصطلحا. فنسأل الله أن يطهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، زدنا ولا تنقصنا، يا رب يا كريم يا حليم يا جميل يا ذا الطول والإنعام. نسألك يا رب العالمين باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استعطيت به أعطيت، أن تبلغنا ليلة القدر يا رب. اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب، اللهم اجعلنا ممن بلغها فغفرت له وسترته وأكرمته. اللهم عفوك عنا يا رب، اللهم إنك عفو وتحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو وتحب العفو اعف عنا. عفوك يا عفو عفوك، عفوك يا عفو عفوك، عفوك عن ماضينا، عفوك عن أفعالنا، عفوك عن ذنوبنا، عفوك عن خطايانا. اللهم يا رب كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، يا من رحمته وسعت كل شيء، تبنا إليك فاقبل توبتنا، والله تبنا إليك فاقبل توبتنا. اعترفنا بذنوبنا، اعترفنا يا رب، والله اعترفنا بذنوبنا، فاغفرها يا ربي، فاغفرها يا ربي، وكما سترتها عن خلقك فلا تفضحنا يوم العرض عليك، فلا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم كما سترتنا عند المعصية اغفرها لنا، اغفرها لنا يا رب، اغفرها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرجنا من بيتك إلا وقد غفرت لنا وسترتنا وأكرمتنا وجدت علينا يا رب. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا يا رب. اشفي كل مريض يا رب، اشفي كل مريض، وعافي كل مبتلى، عافي كل مبتلى. حبيبك أخبر بأن دعوة الصائم لا ترد، ونحن يا رب من أهل الصيام، فلا ترد دعوانا بشؤم معاصينا يا رب، بشؤم معاصينا. اشفي جميع مرضى المسلمين، اشفيهم يا رب، عافيهم يا رب، وارحم جميع موتى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، ارحم يا رب موتانا وموتى المسلمين، ونخص منهم آباءنا وأمهاتنا. رب ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم كما رحمونا فارحمهم، اللهم كما رحمونا فارحمهم، وكما يا رب تفضلوا علينا تفضل عليهم بجودك وكرمك. اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم احفظ لنا أولادنا، اللهم اشف المريض منهم، وعاف المبتلى منهم، وقرب البعيد منهم، واهد العاصي منهم، واهد العاصي منهم، وأصلح أحوالهم، ووفقهم في الامتحانات، واجعلهم أوائل يا رب العالمين في دينهم ودنياهم. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. اللهم احفظ المسجد الأقصى، احفظ مسجدنا يا ربي، احفظ المسجد الأقصى، احفظه يا رب العالمين، احفظه من دناس اليهود، احفظه من الظالمين، احفظه يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، والحمد لله رب العالمين.